احنا مش هنشوفك في موسم الرياض بقى، كلهم رايحين بمسرحيات كتيره يعني، فهمي رايح وخاطر وكل، ومحمد هنيدي ومحمد سعد. طب قول لهم انت ايه رايك في موسم الرياض؟ انا ما روحتش برضو، انتوا عاملين سنه على حاجات ما شفتهاش. عايزين دش وخلاص، هقول لكم دي حاجه جميله جدا وحاجه فظيعه خالص وكده. انا ما روحتش وما شفتش، فاتكلم اقول ايه؟ ايه رايك لو تسمع السؤال برضو؟ ايه رايك؟ نعم، انت نفسك نسالك نقول لك ايه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ احنا بنحبك. انا السؤال اهو، هو ايه عايزين مني؟ عايزين نتكلم على الفيلم. خير صح؟ طيب انا دلوقتي عندي مشهد جوه المفروض ان اخش اصوره، فادعوا لي ربنا يوفقني. طب ايه المشهد برضو؟ ايه المشهد؟ والله ما حفظته لسه. اما احفظ المشهد اعمله لكم هنا ولا ايه؟ يا ريت. كازابلانكا 2 خش صورونا جوه، هتشوفوا المشهد كله غير كلام. تمام، كازابلانكا 2 هنا شيحه الكوميديا معاهم اخبارها ايه؟ عظمه. تمام. انا اول مره اشتغل مع روجينا، اول مره اشتغل مع هنا شيحه، اول مره اشتغل مع مصطفى خاطر يعني الكاست كله، اول مره مع المخرج طارق رفعت، او تاني مره بقى مع المؤلف هشام هلال، لان عملت معاه كازابلانكا الجزء الاول. الجزء التاني بقى ان شاء الله. امتى والتصوير؟ لا اسال الانتاج بقى، انا مش عارف حاجه. فكره اما يقول هنبدا ان شاء الله ابدا، لكن لسه ما بداوش، فانا ما اعرفش اقول امتى. ولا انت عايزني اقول امتى وخلاص؟ لا التصوير بدات، التصوير لسه ما بداتوش تصوير يعني هنبدا ان شاء الله على الساعه يعني حوالي الا الله بالظبط.